في عمق قلبي وروحي أجد نفسي أتأمل العالم من زاوية مختلفة، وأدرك بوضوح أن هناك الكثير من الأسباب التي تدفعني لأكون بعيداً عن العلاقات العاطفية في هذه المرحلة من حياتي. أفهم تماماً أن العلاقات قد تؤثر بشكل كبير على نفسيتي وحياتي الجسدية. لن تستغرب إذا عرفت أن الدوبامين، وهو مادة كيميائية تنتجها أدمغتنا، له تأثير قوي على مشاعرنا وسلوكنا. واعتبر الدوبامين المسؤول الرئيسي عن الشعور بالسعادة والمكافأة، وهو يتحكم في النشاط العصبي للجسم. وعندما يرتفع مستوى الدوبامين في جسادنا، نشعر بالمتعة والسعادة الفائقة. سببي للابتعاد عن العلاقات في الوقت الحالي يتجذر في الرغبة في تحقيق استقرار نفسي ونمو شخصي. أرغب في تخصيص الوقت والطاقة للتركيز على تحقيق أهدافي الشخصية وتحقيق رؤيتي المستقبلية. أدرك أن وجودي في علاقة قد يشتت تركيزي ويبعدني عن تحقيق النجاح الذي أتوق إليه. لكن هذا لا يعني أنني أمتلك قلباً جافاً أو أنني لا أشعر بالمشاعر العميقة. بالعكس، أنا أؤمن بأن هذه المرحلة في حياتي تعد فرصة لاكتشاف الذات وبناء قواعد أساسية قبل أن أشارك حياتي مع شخص آخر. أريد أن أكون النسخة الأفضل من نفسي قبل أن أتشارك بذلك مع شريك حياتي المستقبلي. لذا، أنا أدرك تماماً أن قراري الحالي للابتعاد عن العلاقات يعتبر استثماراً في مستقبلي الذي أحلم به. أؤمن بأن عندما استمر في تحقيق أهدافي وتطوير نفسي، سأكون أكثر جاذبية للشريك المناسب وستكون لدي الاستعداد الكامل لبناء علاقة صحية ومستدامة تستند إلى الاحترام والثقة. في النهاية، أرغب في أن يكون الدوبامين المغذي لروحي هو النجاح الذاتي وتحقيق أحلامي. أعتقد بقوة أن هذا القرار الذي اتخذته الآن سيصنع فرقاً كبيراً في حياتي المستقبلية وسيجعلني أكثر سعادة ووفاء لذاتي. أنا أمضي قدماً بثقة وتفاؤل، مبتعداً عن العلاقات العاطفية لأجل استكشاف العالم وذاتي بكل كامل. أعلم أن هذا القرار سيشكل الأساس لنجاحي وسعادتي المستقبلية. وبفضل تفني وتحفيزي، سأحقق أهدافي وأعيش حياة ممتلئة بالتحقيقات الذاتية والتطور الشخصي. أنا واثق من أن المستقبل يحمل لي الكثير من الإمكانيات والمفاجآت الرائعة التي ستغذي روحي وتجعلني أكثر نجاحاً وسعادة. تذكر دوماً أن القوة تكمن في قراراتك، والنجاح ينبع من تحقيق أهدافك، وأن تستحق أن تكون الأفضل في كل جانب من جوانب حياتك.